يعني في كلام كده أول ما تسمعه تحس إنه لمس قلبك بسرعة جدا، ويمكن تقعد تفكر فيه مرة واثنين وثلاثة وعشر. إمتى الكلام بيأثر فيك وإمتى الكلام ده يلمس قلبك؟ لما يكون خارج من واحد مختبر. الحقيقة الشخص اللي اختبر الحياة مع ربنا ووقت الأزمات ووقت التجارب كان ليه خبرة حقيقية معاه وحس بإيد ربنا معاه في كل تجاربه وفي كل أزماته، هو أكتر واحد ممكن يتكلم عن ربنا في وقت الضيقة وفي وقت الأزمة. ومين فينا كان في وقت الضيقة ورفع إيده لربنا أو نزل الركب منحنية على الأرض وقال له يا رب الحقني وانجدني وملقاش ربنا سريع الاستجابة ليه؟ ربنا دايما بيستجيب، يمكن الطريقة بتكون مختلفة من تجربة لتجربة ومن شخص لشخص ومن ظرف لظرف، لكن في كل الأحوال وفي كل الأوقات ربنا دايما بيسند وربنا بيعين. حتى لما ربنا بيسمح ان التجربه بتطول صدقوني بيدي معاها منفس وبيدي تعزيه وبيدي صبر وبيدي حاجات جميله جدا. واحد كده لما يفتكر كلام الكتاب المقدس وهو بيكلمنا عن العصافير ازاي ربنا ممكن ينساها ولا يهملها، عن زنابق الحقل ازاي ممكن ربنا يهملها، ده بتلبس اجمل من سليمان في كل مجده. كل الحاجات دي ممكن ربنا في وقت من الاوقات يخزي اولاده او يعني يحول وجهه عنهم. اعتقد ان احنا لو لسه ما اختبرناش وما جربناش محتاجين النهارده نشوف ازاي ممكن نختبر محبه ربنا لينا واستجابته السريعه لينا. تعالوا مع بعض النهارده ومن خلال سفر يشوع ابن سيراخ الاصحاح الثاني ونتكلم اكتر عن التقوى ومفهوم التقوى وعن محبه ربنا لاولاده الذي لا يخزيهم ابدا. النهارده بيسعدنا ويشرفنا وجود استاذ سعيد محروس الخادم بكنيسه القديسه العذراء مريم بالعمرانيه. اهلا بحضرتك معانا. منورنا جدا يا استاذ سعيد. ميرسي. نشوف مع حضرتك والساده المشاهدين الايات الجميله اللي نتامل فيها النهارده ونرجع تاني. أيها المتقون للرب أحبوه فتستنير قلوبكم. انظروا إلى الأجيال القديمة وتأملوا، هل توكل أحد على الرب فخزى؟ أو ثبت على مخافته فخذل؟ أو دعاه فأهمل؟ كلمات جميلة نتأمل فيها النهاردة مع حضراتكم أستاذ سعيد. في البداية أيها المتقون للرب، إيه هي التقوى وكيف نسلك ونعيش في التقوى؟ سؤال حضرتك حلو. أولا مرسي وكل سنة حضرتك طيبين. لو سمحت لي يعني أرجع خطوة صغيرة للوراء، اللي يخلي التقوى تقل في وسطينا من خلال الكتاب المقدس بيقول ليس خوف الله قدام عيونهم. لما مخافة ربنا بتروح من قلبي من قدام عينيا التقوى بتقل، بعمل كل حاجة عكس اللي عاوزه ربنا. نفس الحدوتة برضك في حتة تاني يقول أنا زعلان. ليه يا رب بتقول زعلان؟ يقول تركوني أنا ينبوع الماء الحي وذهبوا عني بعيدا وحفروا لأنفسهم أبار أبار مشققة لا تضبط ماء. يخلي التقوى تقل، بمشي متلطش في الدنيا متخبط في الدنيا التقوى بتقل. أيضا لما بقى الدنيا واخدلاني ترس الدنيا عالي قوي، تغول الماديات في حياتنا بقى عنيف قوي، صحيح. ارتباطنا بالنت بقى شديد قوي، فبقى ما دلوقتي ما عنديش فرصة ولا وقت أن أنا أقعد مع ربنا، أن أنا أقعد أشبع بالكتاب المقدس، أن أنا أقف يعني أتعزى في الصلاة، فما عنديش الكلام دوت. بقى عندي جروبات كتيرة مش لاحق أتبعها، عندي الفيسبوك ممكن نقعد فيه بالأربع خمس ساعات في اليوم وست ساعات. في ناس وصلت للإدمان وبدلاتي بيتعالجوا من الإدمان. كل دوت بيخلينا أن أنا موضوع التقوى يعني تدقل. بس أنا عايز أعرف يعني إيه هي التقوى؟ يعني إيه صفات الإنسان التقي مثلا؟ يقول لك فلان ده إنسان تقي في يعني مخافة ربنا. حلو قوي سؤال حضرتك. في مخافة ربنا، مخافة ربنا يعني أنت حضرتك في كل تعاملك أو الإنسان التقي حاطط ربنا في قلبه وقدامه في كل خطوة. أنا ما بتعاملش مع الأستاذ إسحاق ولا الأستاذ هبة، أنا بتعامل مع ربنا من خلال، فعشان كده في كل تعاملي واخد بحياتك هبقى براعي ربنا
في كل كلمة، في كل تصرف، في كل فكرة. مش ممكن أخبط الناس في بعضيها وأقول أنا بخاف ربنا، مش ممكن هظلم حد واخد بحيتك وأنا بخاف ربنا أو بتقي ربنا، مش ممكن هكون باخد ورث الأطفال أو الأرملة وبابا أنا. ده احنا بنشوف دلوقتي ناس بتقطع لقمة عيش حد أو بتوقف زي ما بنقول كده باللغة الدارجة، بتقفل بيوت وهي الدعوة إن هم فيهم مخافة ربنا. فين مخافة ربنا؟ مخافة ربنا تبان في الكلام، تبان في التصرف، تبان في السلوك. يعني لو خدنا مثل يقرب لنا السكة، أم الغلابة تشجعنا كلنا، أم عبد السيد. أيوة. ستة بسيطة بجلبية وطرحة على رأسها، لكن كان فيها خوف الله. عاشت بمخافة ربنا ونورت في الأرض ونورت في السماء. صحيح. وسيرتها بقت عطرة، بقت دلوقتي قدوة لنا كلنا وتشجع أي حد. ست متجوزة، دي كان جوزها بيضربها كل علقة وعلقة بالعصاية لما يشوي عضمها زي ما بيقولوا، تقعد وتركع وتصلي وتقول يا رب دواء نعمتك، دواء محبتك. هو لو عرفك عن قرب كل الأساوة اللي في دي هتروح، كل المرارة والتعب اللي في دي هيروح. أدي فيها مخافة ربنا. أيوه. وتقوى بمعنى حقيقية. واحد نموذج زي سمعان الدباغ، الكنيسة نفسها كانت عارفاه ولا حد كان عارفه، ده كان مجهول في وسط الناس. السماء من فوق شايفاه وعارفاه، عايش في تقوى الله في هدوء. صحيح. أخذ حياته. السماء تبعت الست العذراء إرسالية مخصوص لما الكنيسة كلها تتزني للبطرك البابا إبراهيم بن زرع، انزل بالليل جلبي، هتلاقي واحد لابس جلبية مقطع العلامة، اربط مية تحت باطه، امسك دوت وقفه جنبك بصلاة كرياليسون، المقطم يتنقل والشمس تبان من تحتيه لحد ما يصرخ المعز الدين الله فاطمة الكفاية، أمنت أمنت، صدقت إيمانكم صحيح وإنجلكم سليم. واحد في تاخد ربنا. ونموذج زي آخر زي أنبا أبرام الأسقف القديس، يقول لك في طول فترة حبريته اللي كان أسقف الفيوم والجيزة، بنت واحدة أو ست واحدة سابت المسيح وعرف بيها، فجم الأباء الكهنة قالوا له سيدنا خليك وإحنا نروح، اللي هو كان زمان يعني بيسمحوا الأبهات يروحوا لمديرية الأمن يقعدوا، اسمها قعدة المشورة أو قعدة النصح يعني. قال لهم لا لا دي بنتي أنا أروح. المهم راح سيدنا بنفسه قاعد يتكلم معها إن البنت ترجع أو إن تلين، كان الشيطان تملك منها وقالت له مش راجعة ومش مش ويعني، ورفضت خالص إن تقبل النصيحة وتقبل كلمة ربنا. فبمنتهى البساطة خالص قال لها خلاص يا بنت المسيح يتصرف، أنت خلاص بعتيه خالص كده ومصرة، المسيح يتصرف يا بنتي. ونزل، وهو بمجرد ما نزل على السلم البنت في اللحظة ماتت، أو الست دي ماتت. فجريوا بسرعة قالوا الأسقف بدل ما جاي ينصحها موتها، قال ماتت يعني سايبها سليمة وكويسة وهي قاعدة بتتكلم يعني، قال لا انت نزلت البنت ماتت انت اللي موتها، دي هتبقى مصيبة عندنا بقى. قال طبعا المصيبة ولا حاجة، طلع بمنتهى البساطة هات كوباية مية، كوباية مية رشم عليها الصليب وصلى ورش عليها بالمية، بنت قامت تاني. تقوى، في تقوى ربنا. يقول عن الأنبا أبرام دوت لما حصل فترة الطاعون جاب قال له هات ورقة اكتبه، ورقة الرب يحمي البيت أو باسم المسيح واخد بالك البيت ما يخشوش، وحط الورقة ديت بمسمار على أبواب البيوت. البيوت اللي تحط عليها ورقة مكتوبة واخد بحياتك كلمة من واحد فيه تقوى الله فيه مخافة الله، منعت الطاعون والوباء عن البيوت كلها اللي تحط فيها. دي التقوى. لكن خليني أخد برضو من كلام حضرتك واروح لنقطة تانية أو لجزء تاني موجود في الآيات هنا، أحبوه فتستنير قلوبكم. الحب من مفهوم كل واحد فينا بيبقى مختلف عن التاني يعني، لكن في واحد ممكن يقول أنا بحبك جدا يا رب، بقول كتير جدا وكل ما بقف في الكنيسة بعلن حبي ربنا، لكن تصرفاتي بتبقى حاجة تانية عكس ده، وما بيبقاش هو ده الحب اللي ربنا عايزه مننا. يمكن زي ما حضرتك قلت ممكن الواحد يبقى واقف بيخدم في الهيكل وفي القداس وتصرفاته يبقى ظالم حد واخد ورثة حد، مش هو ده اللي ربنا عايزه. فإزاي ممكن أحبه الحب اللي يخلي قلبي يستنير؟ سؤال حضرتك جميل رائع. هو قال اللي يحبني يحفظ وصاياي، وصاياي ليست ثقيلة. وفي حتة تاني يقول اللي يحبني يعمل بوصاياي. طب أنا هاخد موقف زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي أنت، هل هو في الكتاب أو وصيته قالت لي قال لي أظلم؟ يبقى أظلم. لو قال لي ان انا امشي غلط امشي غلط. انا ما بشوفش نفسي ان انا ظلمت، للاسف ان اللي ممكن يكون بيعمل كده بيختار حاجه من برضه من كلمات الكتاب المقدس ويطبطب بيها على نفسه في الغلط اللي بيعمله.
جميل، لأن عفوا في الكلمة هو عاوز يسكن ضميره وعاوز يقول إن أنا مش بالكتاب، وده خطأ كبير جدا. وسوري بيزحلق نفسه في الهلاك. لما بنيجي ناخد الوصية بناخدها على بعضية. حتى الأبهات لما جم علمونا وأرشدونا قال لك ما تاخدش جزء، خد الكتاب على بعضي، شوف الموضوع. يعني أنا جايين نتكلم عن التقوى، طب شوف التقوى في الكتاب المقدس على بعضي قال إيه، شوف النماذج بتاعته اللي ذكرها في الكتاب المقدس عاشت إزاي بالتقوى، ما خدش حتة عشان يسكن ضمير. في المحبة اللي حضرتك بتتكلمي فيها ما خدش حتة أخف، يعني تقول ديت هي اللي أنا دين عملت كده. عامة كمان في المحبة بالذات عمر المحبة ما تجرح. أنا لما حضرتك بتحب زوجك أو بتحب أولادك أو بتحب أسرتك عمرك ما تجرحي، عمرك ما هتبيتي ليلة، مع احترامي أنا بتكلم على شخص حضرتك يعني، وتسمح إن هم يبقى مبيتين متنكدين أو زعلانين أو أنت حاسة إن هم مجروحين. بالعكس مش هيجي لك نوم، مش هيجي لك راحة. المحبة يقول تطرد الخوف خارجا الاتسين. إزاي نصل إلى فكر أو نصل إلى مرحلة الاستنارة؟ يقول لك فلان ده عنده استنارة، صحيح راجل بسيط، صحيح ممكن يكون مش متعلم تعليم كبير، بس راجل مستنير عنده استنارة، ربنا مديله كده. يقول لك استنارة روحية، كيف يصل هؤلاء إلى درجة الاستنارة الروحية؟ رؤى اسم الصليب عليكم يعني. الكتاب بيقول جميل قوي، يقول لك نظروا إليه واستناروا. أيه. كل الذين التجأوا لي أو كل الذين نظروا إلي استنار، عقولهم استنارت ووجوههم لم تخجل. آية جميلة جدا أنا شخصيا بحبها. وفي أوقات يقولوا لا تغزى، لما تبقى حضرتك عينك على ربنا في كل تصرف وفي كل فكرة وفي كل كلمة، لما تبقى عين حضرتك وشبعان بوصية ربنا أتخبك هو اللي بيدن استنار. حضرتك قلت كلمة جميلة أن ممكن تلاقي ناس بسطة، موضوع مش علام، ده في ناس بتبقى صحيح. متعلمين جدا صحيح. واخدين شهادات عالية جدا، وعفوا فكرهم مظلم صحيح. وتصرفاتهم حمقاء وخبرك وعنيفة وليس فيها خوف الله. خوف الله والاستنارة دي من فوق هو اللي بيدي، الروح القدس هو اللي بيدي روح الاستنارة، هو اللي بيدي الفهم، هو اللي بيدي التمييز، هو اللي بيدي زي حضرتك أو أنا إزاي نفرق ما بين الغس والسمين، ما بين الكذاب والصادق. سموه الأباء إفراز، روح الإفراز. روح الإفراز. كل ما حضرتك بترتبط بالمذبح أكتر، بترتبط بجسد المسيح ودمه أكتر، بترتبط بالوصية وتحفظها وتعيش بيها أكتر، كل ما يديك استنار. وده عمق يعني سنة في سنة، ما بيجيش يعني عفوا في الكلام. أصبح الصبحية قريت آيتين في الكتاب المقدس بقيت علامة في الكتاب صحيح. لا ده أنا وجدت كلامك شهد فأكلته فكان كلامك لي للفرح والبهجة والمسرة. الواحد لما يعني يسمع كده من حد يقوله ده كان زمان، الجيل غير الجيل، الزمن غير الزمن، لكن أعتقد أنه يعني واضح لنا كلنا ربنا علمنا فيش حاجة اسمها كده في الكتاب المقدس طيب. يعني نشوف الأجيال القديمة ونشوف إحنا إيه دلوقتي، تعاملات الرب أمس واليوم وإلى الأبد ربنا هو بس ليه ما بنعرفش نشوف كده؟ زي ما قلت لحضرتك جميل السؤال، أو يعني أنا مش عاوز. تعبير لطيف قوي قاله السيد المسيح وهو بيعمل أهل المنت، أتريد أن تبرأ؟ أنت عاوز؟ يعني جزء من أنا لو عاوز بقى أعيش فعلا التقوى ليها ستيبس، ليها خطوات. أول حاجة أتريد أن تبرأ؟ أنت ليك رغبة؟ عاوز تخف؟ لا أنا مش عاوز، لأن في الكتاب نفسه قال لك وبمعرفة طرقك لا نصر. أنا مش عاوز سكتك يا رب، مش عاوز أمشي، مش عاوز تقولي أن أنا أعيش بالأمانة. اللي بيعيش بالأمانة دلوقتي بيطرد وبيضرب وبيتهان وبيتظلم. أنا مش عاوز أعيش بالأمان، أنا عاوز شايلني وشايلك زي كل الناس ما بتعمل. أنا مش عاوز أعيش في العفة، مش عاوز أعيش طهر. إيه قصة يوسف اللي أنت عملت تقولها لي وكل الناس عملت تقولها لي، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطي إلى الله؟ لا لسه في ناس بتعيش لسه في ناس بتعيش. ولسه لما جه واحد قال له ده أنا الوحيد اللي باقي، قال له يوجد 7,000 ركبة لم تنحني لبعل. لا فيه، بس أول حاجة عشان أنا عاوز أعيش يبقى عند الرغبة. نمرة 2 عند الاستعداد إن أنا أسمع الصوت. أنا أوقات كتير الصوت بيبقى موجود وقريب مننا، الله لا يترك نفسه بلا شاه، كان أطفئ الروح اللي جوايا بس يعني. أنا اللي طافي، أنا يقول لك لا تطفئ الروح، وفي حتة تانية يقول لا تحزن الروح. أنا اللي مش عاوز أسمع، يخبط لحد بابي ولحد حياتي الشخصية، ده ممكن يبقى لحد جوه بيتي
وانا مش سامع. طب عاوز اعمل ايه؟ اعمل لك ايه يا ابن اكتر من كده؟ واخد بالك؟ ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه؟ بيقول كده يعني. بوصل ربنا حنان قوي قوي، يقول لك دعوتك باسمك انت لي احببت محبه ابديه، احببتك من اجل ذلك قدمت لك الرحمه، حضني مفتوح، بيتي مفتوح، من يقبل الي لا اخرج خارج. وانا اقول له لا مش عاوز، مش عاوز، انا مش عاوز. يقول كده اعطوني القفل الوجه، دورت له وشي، انا مش عاوز اقرب، انت بتزنق عليا طريقك ضيق، انا عاوز اشرب وعاوز امشي وعاوز البس براحتي وعاوز اتصرف براحتي واخرج براحتي وقلم بقلم وسن بسن وضربه بضربه، يعني عاوز بقى. انا مش عاوزك، انت طيب، انت المسيح الطيب، المسيح اللطيف، المسيح الحنين، انا مش عاوز كده. فعشان كده مش راضي اقبل نمره واحد، اديته القفا نمره اتنين، انا مش اتريد ان تبرأ، انا مش عاوز ابرأ. انا عاوز ابقى جنب البركه حتى لو قعدت سنين كتيره، عاوز ابقى في الضعف اللي انا فيه، في الخطيه اللي انا فيها، في الانحدار اللي انا فيه، انا عاوز كده، مش عاوز اطلع من ده. الابن الضال الفرق من بينه وخبك في الفتره ما بين الخرنوب لما قرص عليه الجوع قوي، يقول لك واشتهى ان يملأ بطنه ولم يجد الخرنوب الذي تاكل الخنازير، ورجع الى نفسه. اللحظه ديت هي اللحظه اللي هترجع. لا رجع، كم من اجير عند ابي يفضل عنه الطعام وانا هنا اموت جوعا، الان اقوم وارجع الى ابي واقول له يا ابي اخطات الى السماء وقدامك ولست مستحقا ان ادعى لك ابنا، بل اجعلني كاحد اجرائك. صحيح. مجرد ما قام بس اخذ حياتك، راح يقول لك لما رآه أبوه من بعيد رقد إليه، جري ليه، خده في حضنه، هاتوا الحلة الجديدة والبسوه، هاتوا الخاتم وضعه في يده، هاتوا العجل المسمن واذبحوه، ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فأفرح. ودي نقطة فرح. التحول ما بين الموت والحياة. بالضبط. لا سوري أنا آسف يعني لو أقول له مثل بس حضرني بحكاية الابن دي. أيه. بتاع بقيسة. لما بقيسة كانت حلوة خالص وكانت فاتحة بيتها لربنا. أيه. قديسة بقيسة، وفي لحظة يعني الشيطان ضحك عليها وتحول البيت إلى مخور للخطية والزنا، والقديسين أو الأباء الرهبان عرفوا وقالوا إزاي دي كان بتدر ربنا كتير وكان البيت مفتوح يعني للأخوات الرب وكده. ونزل القديس يوحنا القصير وكلمها عن ربنا، قالت له وهل مثلي توبة؟ لا. بيقول الكتاب مجرد ما قامت سابت البيت باللي فيه خلاص دلوقتي التوبة. مريم المصرية والقديس سيما نفس القصة دلوقتي. هو الحقيقة الوقت خلص مع حضرتك، الوقت مع حضرتك بيعدي بسرعة جدا. عشان كلام حضرتك الجميل، لكن لو حابب تقول لنا كده روشتة روحية كده في دقيقة. يعني أنا أول واحد محتاج يعني عايز أسمع. ونحن عفوا بالعفو. أنت لطمتني على وشي بأدبك الجمي يعني. أكثر أنا كلنا محتاجين نمرة واحد إن إحنا نفتح المسام بتاع القلب من جوه، نسمع صوت ربنا. نمرة واحد نريد عاوزك يا رب، اعمل يا رب في حياتي، اعمل يا رب في قلبي، خليني يا رب أعيش بتقواك فعلا، بمخافتك فعلا، ما تخلينيش يا رب مجرد بغبغان عمال أقول آيات أو أقول وعظات أو أقول برامج مع احترامي في أي حاجة يعني ومش بعيش. عاوز أعيش يا رب، دوقني يا رب محبتك أنت، دوانا يا رب ان انا اسلك بالكلام دوت. ان لو خدت ايه واحده بس زي احد الرهبان لما خد ايه ان لم لا يدين، فجي عند نياحته لقى وشه مستنير، فالرهبان قال له ده انت كنت يعني مقصر في قانونك وفي صلواتك، قال لهم بس انا فرحان متاكد ان انا يعني ليا مكانها. بيقولوا منين يعني ما عملتش حاجه؟ قال لهم خدت ايه واحده وعشت بيها، لم ادين احد طول حياتي. فمتاكد هو هيكمل النص بتاعه، فانا مش هيدين. الله مش هيدين. عشان كده بسهوله ان احنا ممكن نعيش. ام الغلبه تشجعنا. صحيح. بنشكر حضرتك جدا استاذ سعيد محروس الخادم بكنيسه القديسه العذراء مريم بالعمرانيه، نورتنا جدا وشرفتنا وباركتنا. ميرسي متشكر. شكرا لوجود حضرتك. صباح النور عليكم. صباح الخير. متشكر ليكم خالص. ميرسي. هنخرج دلوقتي مع حضراتكم لفاصل وبعدها نرجع لفقره يعني الحقيقه هي مهمه جدا متعلقه بالجمال، هنتكلم فيها اكتر عن فن النحت وازاي وانت ماشي كده في الشارع لما عينك تشوف عمل فني حتى لو انت مش متخصص تقدر تقول عليه الله على جمال العمل الفني ده. نخرج لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه.